السلام عليكم. هنعمل النهاردة ترند رمضان اللي مكسر الدنيا، المكشكشة. المكشكشة من الحلويات المعروفة من زمان، بس هي طلعت ترند اليومين دول. بس هي طعمها حلو جدا، بتتعمل طبعا بالجلاش زي ما انتوا عارفين، ومكوناتها بسيطة وموجودة في البيت، ما بتكلفكيش كتير. بعد كده ان هما بيبيعوها بره نص صينية بس، اللي هي الطبق الواحد ده بس ب 400 جنيه، فليه نشتريها من بره بالغالي؟ فهتقدري تعمليها في البيت، طعمها حلو جدا، مقرمشة من فوق طرية كده من تحت، والحشوة بتاعتها مميزة جدا. تعالي شوفي الطريقة، متنسيش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة لو عمرك تشوفيني، وسمي بسم الله صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة هتيجي اعملها الشربات، كوبايتين من السكر، وهضيف كوباية ونص من المية، وحوالي نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة او ممكن فانيليا باودر براحتك. وهنا حطيت حوالي ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون او عصير نص ليمونة، ورفعتهم على النار. اول ما بالسكر بيدوب بخلي النار متوسطة لمدة 8 دقايق، وده بيكون معاكي شربات اللي هنسقي بيه المكشكشة. معايا هنا لف الجلاش قسمتها كده لاتنين او لنصين، كل نص هستعمله، النص الاولاني هستعمله دلوقتي معاكم، والنص ده هلفه كويس جدا عشان زي ما انتوا عارفين ان الجلاش بينشف بسرعة، فلفيته كويس علشان ما ينشفش ونقدر نكمل بقية وصفتنا. معايا هنا صينية مستطيلة، وابتدي ان انا ادهنها دهنة كويسة كده من السمنة. والسمنة اللي انا هستعملها النهاردة للمكشكشة النهاردة نص كوباية من السمنة، ومسيحاها على النار عشان تبقى سهلة معايا في الفرد، وكمان تبقى سهلة ان الجلاش يتشربها بسرعة. هبتدي بقى ان ناخد ورقة ورقة من الجلاش وافردها كده في الصينية، وما بين كل ورقتين بدهن او برش رشة بسيطة من السمنة عشان يطلع معاكي الجلاش او المكشكشة مورقة، ما تبقاش مكتومة، ما تبقاش زي قطعة العجينة كده، لازم ما تحطهاش كلها كده مرة واحدة وتقطعيها، لا ما ينفعش، لازم تحطي ما بين كل ورقة وورقة رشة من السمنة. هبتدي اخلص كل الكمية كده زي ما انتم شايفين، وهتقولي لي قد ايه الجلاش. على فكرة الجلاش اللي انا مستعملاه النهاردة نص كيلو كامل، يعني لفة الجلاش اللي انا مستعملاها اللي هي بنشتريها من عند الكنفاني مش من السوبر ماركت، لفة الجلاش اللي بتبقى في السوبر ماركت هتحتاجي ان انتي تستعملي لفة ونص علشان بتبقى اقل من نص كيلو، لكن دي نص كيلو كامل، فكفت معايا الوصفة النهاردة. والصينية اللي معايا دي 30 في 40. هبتدي بقى بعد ما حطيت الطبقات كلها على بعضها، هبتدي ان انا اعمل المهلبية او الحشوة اللي هنضيفها على الجلاش او المكشكشة. ضفت كده اول حاجة نص كيلو من الحليب، وضفت عليهم معلقتين من البستر كريم ومعلقتين من النشا، المعلقتين مليانين كده هرميين زي ما انتوا شايفين. عايزة تستبدلي، ما عندكيش بستر كريم عايزة تستبدلي، بستبدليه بكاسترد، معلقتين من الكاسترد. لو ما عندكيش كاسترد ممكن تعمليها عادي مهلبية سادة، وممكن تحطي فيها صفار بيضة، هتديكي نفس النتيجة، لكن كده اسهل حاجة، اسهل طريقة لو استعملت الكاسترد او البستري كريم. وبرفعها على النار طبعا بعد ما ادوبها كويس جدا على البارد علشان النشا ما يكلكعش معايا، لحد ما تبقى بالقوام ده بالتقليب المستمر. هبتدي بقى ان انا اضيف الحشوة كده على الجلاش اللي احنا فردناه في الصينية، واوزعه على الجلاش كله كده بالتساوي. خلاص كده بالشكل ده، مفيش اسهل منها، سهلة وبسيطة، ومكونات زي ما انت شايفة بسيطة خالص، يعني اقل حاجة موجودة عندك للمهلبية النشا، والنشا طبعا مفيش ارخص منه وكمان متوفر في بيتنا، فممكن تعمليها بنشا بس وتبقى مهلبية عادية براحتك، كل حاجة هتبقى في ايديكي وهتبقى طعمها برضو حلو زي الفل، ارحم بكتير ما احنا نشتريها من بره ب 400 جنيه. هناخد بقى بقية الجلاش اللي انا كنت شايلاه ولفاه كويس عشان يكون معايا طري، هنتني الجلاش كده زي المروحة. فاكرين لما كنا بنعمل واحنا صغيرين في المدرسة مروحة، بنتنيها كده عكس عكاس او رايح جاي، وتبقى معانا مروحة نهوي بيها كده في الحر. هتعملي ورقة الجلاش كده بنفس الطريقة خلاص، وهبتدي ان انا ارصها كده جنب بعضها، كل ورقة جنب بعضها، او بصوا الطريقة كده من قريب علشان تشوفيها سهلة جدا وبسيطة. هتكشكشيها كده بالشكل ده زي المروحة بالظبط،
خلاص، وباخد ورقة الجلاش بعد ما كشكشتها وبروح حطها في الصينية كده جنب بعضهم، يعني واحدة ورا التانية ورا التانية، لحد ما يبقى الصينية كلها مليانة ورق مكشكش من الجلاش، وتكوني مغطية الحشوة اللي في الصينية كلها اهو كده بالشكل ده، سهله وبسيطه جدا. هبتدي بقى ان انا اشرب الجلاش من فوق، لان هو طبعا احنا ما دهنهوش خالص عشان يبقى سهل معانا ان احنا نكشكشه، فدهنته كده من فوق بباقي النص الكوبايه السمنه، يعني مجموع السمنه اللي انا مستعملاها النهارده في الجلاش نص كوبايه وبس. خلاص هبتدي بقى ندهن كل الجلاش كده زي ما انتوا شايفين بالسمنة، وطبعا مشغل الفرن على اعلى درجة عشان ادخل الجلاش يكون سخن، وبعد كده هخلي الفرن على درجة متوسطة او على 180، وهدخل الجلاش لمدة ربع ساعة بياخد او بيتشمع كده وبياخد لون من الارضية، بروح فتح عليه الشواية ياخد لون وبيطلع على. تعالوا بقى نعمل الخطوة اللي بتميز طعم المكشكشة اللي بنشتريها من بره. معايا نص كوباية او كوباية الا ربع كده من الحليب، وضفت عليها معلقة كبيرة من اللبن البودر ومعلقتين من الشربات اللي احنا لسه عاملينه مع بعض بعد ما برد خالص كده زي ما انتوا شايفين، ده قوام الشربات اللي احنا هنسقي بيه المكشكشة. وهبتدي ان انا اقلب كويس جدا المكونات دي علشان يدينا طعم الحليب المكثف. لو عندك حليب مكثف هتستبدلي الخليط اللي انا عملته ده بحليب مكثف علبة او نص علبة بس صغيرة من الحليب المكثف، فانا عملت كده علشان ما عنديش حليب مكثف، فده بديل الحليب المكثف وهيديكي نفس النتيجة ونفس الطعم. خلاص كده المكشكشة طلعت من الفرن، هبتدي ان انا اسقيها بالشربات، والشربات طبعا كان برد معايا خالص، وعايزه اقولك ان انا مش هسقيها بكميه الشربات اللي انا عملتها كلها، لا انت هتاخدي بس كوبايه بعد ما الشربات برد، تاخدي منه كوبايه وتسقي بيها المكشكشه، وهنا برضو نفس الكوبايه اللي احنا عملناها من الحليب البودر على الحليب الكامل الدسم على معلقتين الشربات او معلقتين العسل، وشربت برضو الصينيه كلها كده بكوبايه الحليب. يبقى هنا شربت الصينيه بكوبايه شربات وكوبايه حليب. هبتدي بعد ما شربتها كده هغطيها واسيبها حوالي 5 دقائق 10 دقائق عشان تبقى سهله معاكي وانتي بتقطعيها، وبعد ما بردت او بقت دافيه كده شويه هبتدي بقى ان انا ازينها بشويه فستق، بفستق كداب، بشويه سوداني اللي موجوده عندك او حتى لو مكسرات، وهنقطعها كده زي ما انتم شايفين. بصوا الصينيه دي كبيره جدا، زي ما قلت لك نص الصينيه دي بس بيبيعوها ب 400 جنيه وب 450 كمان. هنا كان معايا شويه من الحليب اللي انا كنت ضايفه له حليب بودر وعسل، يعني اللي هو بديل الحليب المكثف، ضفت شويه كده في طبق التقديم اللي انا هقدم فيه، بعد كده حطيت نص الصينيه بالشكل ده، ودي كده بتتباع زي ما قلت لكم ب 400 جنيه. خلاص كده المكشكشه معانا بكل سهوله بمكوناتها البسيطه جدا اللي تقدري تعمليها في البيت، وطعمها يجنن. عايزه اقولك ان هي حلوه جدا جدا، عايزه اقولك ان هي طعمها زي الفطيره الحلوه المحشيه كاسترد، يعني طعمها حلو قوي، يعني حاجه مميزه كده هتاكليها وكل اللي هياكلها هيتعجبه جدا. تعالوا بقى نشوفها من جوه قد ايه من فوق يعني بتخرفش كده وبتقرمش، ومن جوه الحشوة بتاعتها طرية والأرضية بتاعتها طبعا طرية من الحليب اللي احنا طايفينه ليها. شايفين؟ بصوا قد ايه طرية ومن فوق مكرمشة او مقرمشة. السلام عليكم، اشوفكم ان شاء الله فيديو تاني جديد.